كان رالي كتير حلو. بلشناه هيك بريتم شوي بطيء، شفناهم للشباب كتير سبقونا هون ري وروبير، رجعنا المنافسة بيننا وبين توني حلو، ثانية خمسة تأخر شي حسمناها وتصدرنا عليه بشي 30 ثانية، والتارجت تبعنا كان توني حلو وحققنا التارجت تبعنا ومبسوطين كتير. وهيدا تحضير لرالي لبنان، وكل الفضل اللي نحن فيه هون لغسان خوري، قد ايه بيساعدنا، قد ايه بيعمل تيست معنا، قد ايه بيحضرنا، وبرالي لبنان رح نكون كتير منيح. وميرسي لك على طول انت على الطرقات.